الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العالم بسر العبد وجهره وظنونه، المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه، المدبر لكل منهم في حركته وفي سكونه، أحسن كل شيء خلق، وفتق الأسماع وشق الحدق، وأحصى ما في الشجر من ورق. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سادتي الحضور الأفاضل، كل باسمه وجميل واسمه ومقامه، مشاهدينا الأعزاء في كل مكان، أوفياء المؤسسة الأممية للتلفزيون الجزائري بكل قنواتها، شكرا جزيلا على كرم حضوركم وعلى فضل مشاهدتكم لنا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا حضورنا الكرام. يا بلبلا من صوتك الصداح، أنشد لنا في الليل للإصباح، خلي جميل اللحن والإفصاح يعلو بذوق الناس دون نجاحي، يعلو بذوق الناس دون جناحي. واحفل بعيد النصر والقرآن بقناتنا وعبيرها الفواح، حلق بنا لا تنسى في الألحان غزة التي في عزة وكفاح، ردد صداها في مدى الآفاق، ضمد بذاك الصوت نزف جراحي. إن الحمام ينوح في الفلوات، فانصب له يا حادي الأرواح. بهذه الكلمات الجميلة الراقية وبهذه المشاعر الفياضة التي نحتفي بها في هذه السهرة التنافسية الأولى لبرنامجكم الإنشادي الأكبر في الجزائر حادي الأرواح، نحتفي بمناسبات عدة جميلة هي في ذاكرة الشعب الجزائري. نحتفي بانطلاق حادي الأرواح لموسمه التاسع، نحتفي بذكرى تأسيس قناتنا المباركة قناة القرآن الكريم في ذكراها 15، نحتفي أيضا بعيد الجزائريين كلهم، عيد النصر. وما أدراك ما عيد النصر؟ لولا تضحيات الرجال والشهداء والمجاهدين لما عشنا ولما استنشقنا نفحات الحرية والأمن والأمان الذي ننعم فيه. كما نحس أيضا بقلوبنا وبمشاعرنا بغزة الأبية وبما يحدث فيها من نضال وكفاح، وكل صلواتنا في هذا الشهر الفضيل دعاء لنصرة إخواننا وأشقائنا في فلسطين وفي غزة، قولوا أمين. مشاهدين الأعزاء، دون إطالة في هذه السهرة التنافسية الأولى، يسعدنا كثيرا أن نرحب بأهم وأبرز دعائم هذا البرنامج الإنشادي، لجنة التحكيم بداية، أستاذنا الفاضل الفنان والملحن والمنشد عبد الرحمن بوحبيلة، له بصمات قوية في الإنشاد وفي التلحين داخل الوطن وحتى خارج الوطن، فنانا مؤديا ومحكما دوليا أيضا. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن. بارك الله فيك أخي طه. السلام عليكم، رمضان كريم مبارك، تقبل الله منا ومنكم طاعاتكم. إن شاء الله أتمنى لقناة القرآن مزيدا من الرقي والتقدم. قناة القرآن رمز الوسطية والاعتدال، حفظ الله الجزائر والمجد والخلود شهدائنا الأبرار، والنصر إن شاء الله لإخواننا في فلسطين. تحية مباركة لكم جميعا. شكرا جزيلا لكم أستاذنا الفاضل. أستاذ إسماعيل يلس، أهلا وسهلا بكم، الفنان والملحن والموسيقي أيضا، بصماته كثيرة جدا، وكثير ممن كان في هذه المنصة ولا يزال يتنافس في حادي الأرواح هم نتاج تدريسه وتكوينه وتعليمه للأجيال أيضا. أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل. شكرا جزيلا أخي طه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فطوركم رمضان كريم للجميع. افتتاح طيب يكفي الكلام الجميل الذي افتتحت به هذه الأمسية الطيبة. إذا كانت البداية هكذا فسيرورتي هذا البرنامج ستكون أجمل وأجمل. نتقاسم هذا الجمال سويا وليستمر المجد لهذا الوطن الكريم.
شكرا جزيلا لكم. سيد محمد العيد الهواري ايضا من اعمدة الانشاد في بوسعاده والمسيله والجزائر، قاطبه في اعرق فرقه هي في فرقه البهاء الرائدة والمتقدمة جدا في تقديمها للفن والإنشاد الراقي ولحفاظها على التراث الجزائري وطبوعها أيضا. أهلا وسهلا بك أستاذ. مساء الخير أخي طه، مساء الخير جمهورنا الكريم، رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم الطاعات وجعلنا الله وإياكم من العتقاء في هذا الشهر الكريم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، نسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في غزة وأن يبارك في بلدنا وفي كل بلاد الإسلام، وأن يبارك لقناتنا قناة القرآن الكريم هذا الرقي في 15 سنة، وإن شاء الله السنوات القادمة ستكون أكثر جمالا وأكثر رونقا إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم لجنة التحكيم، إن شاء الله أكيد سيكون موسما متميزا كعادة برنامج حادي الأرواح ما دمتم أنتم المدربون والأساتذة والمحكمون أيضا في نهاية المطاف. شكرا جزيلا لكم، ورحبوا أيضا بالأساتذة المدربين. أستاذ ناصر ميروح أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم للتنافس مجددا مع أبنائكم الطلبة، وفي سنوات ماضية كنت دائما أنت الذي تفوز، إن شاء الله ستحافظ على هذا المنصب والمرتبة إن شاء الله. السلام عليكم، رمضان كريم لكل الحاضرين معنا ولكل من يتابعنا خلف الشاشة. أشكرك أستاذ طه على الكلمة الرائعة التي استهلت بهذا المجلس، كلمة فيها شمولية من عيد الاحتفال بالعيد النصر الوطني وأيضا بالذكرى 15 لتأسيس قناة القرآن. إن شاء الله راح تكون سنة متميزة كالسنوات الماضية، ولما لا تكون أحسن، راح يكون فيه تنافس ويكون فيه الإبداع بإذن الله. بإذن الله، شكرا جزيلا. أستاذ عبد الرحمن عكروت، ما قلته للأستاذ ناصر قد لا يكون حقيقيا وإنما استفز مشاعركم فقط، قد تكونوا أنتم الأوائل في هذا الموسم بإذن الله. تفضل أستاذ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهورنا العزيز في الجزائر وخارج الجزائر، كم أفخر الانتماء إلى هذا الوطن العظيم الذي يحمل دائما القضايا ويناصر دائما المظلومين. كم أفخر الانتماء إلى هذا المجلس أيضا، لأنه من بذرات صغيرة يصنع نجوما. إن شاء الله يا رب تكون هذه الطبعة طبعة نجوم أخرى، إن شاء الله يكون الفوز لي أو لناصر أو لعادل. دائما أفخر أن هذا المجلس دائما ينبت نجوما إن شاء الله. شكرا جزيلا. سيد عادل عطاء الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أمسية طيبة ومباركة، تحية إلى قناة القرآن الكريم ولكل متابعيها، وتحية عزة إلى أهلنا في غزة. إن شاء الله تكون هذه الأيام مباركة، أيام نصر وفلاح بإذن الله. شكرا لكل المساهمين في هذه القناة على إنجاح البرنامج، إن شاء الله تكون الطبعة التاسعة طبعة مميزة إن شاء الله. إن شاء الله. إذن المدربون كلهم حماس وإرادة للتنافس بقوة وللدخول في المنافسة بفرقهم القوية كما استمعنا إليهم. يبقى التصديق في هذه المنصة وسيحكم حضورنا وجمهورنا الكريم. أرحب أيضا بفرقة حادي الأرواح، مجموعة من الأصوات الجميلة والرائدة الفنية في الإنشاد في الجزائر، والفرقة الإيقاعية أيضا بقيادة الأستاذ والفنان والملحن والمنشد الأستاذ يوسف سلطاني. أهلا وسهلا، بالتوفيق لكم وللفرقة المرافقة لخيرة شباب هذا الوطن الذين جاءون من مختلف المناطق ذو أصوات ندية، سيتنافسون بإذن الله ويتسابقون للظفر بمقعد في أو تسابقوا للظفر بمقعد في حادي الأرواح. سنسمو بإذن الله بأذواقكم وسنرقى بإحساسكم ونسعى لإمتاعكم ونجتهد لإرضائكم بإذن الله تعالى من كل ما سيقدم في هذه السهرات التنافسية الأربع. لا أطيل عليكم أكثر مشاهدينا الأعزاء قبل أن ننطلق في المنافسة ونستمع إلى أصوات أول فريق، نتابع هذا الروبورتاج الذي وقعته الزميلة فيلا بن كردو ورصدت لنا فيها كل أو بعض أنشطة الطلبة بمدرسة حادي الأرواح منذ قدومهم، لنتابع.
أنشد لنا. عقد ونيف يا زمان المنشدي، ملقى كل فن جنة الإبداع والقلب الندي. في قناة القرآن الكريم اجتمعنا وبالإنشاد حلقنا، بكم استمرينا وللموسم التاسع وصلنا. احنا اجتهدنا وما خلينا حتى حاجة لتوفيرها لكم باش يكون موسم يعني بإذن الله ناجح وخير من يعني المواسم السابقة. أكيد كان استقبال ما شاء الله، استقبال أخوي، استقبلنا في أحسن ظروف ما شاء الله وبتوفيق جميع طاقم قناة القرآن الكريم. تحت رعاية المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري رعينا دعمنا، وفي برنامج حاد الأرواح التقينا بحضور إطارات التلفزيون الجزائري والمؤسسات الداعمة لهذا البرنامج. تم الإعلان الرسمي عن انطلاق برنامج حاد الأرواح في طبعته التاسعة. إذن على بركة الله يفتتح الموسم التاسع في برنامج حاد الأرواح بحضور هذه بحضور الإطارات وبحضور المؤسسات الداعمة. برنامج حاد الأرواح يلتقي فيه المتنافسون محتفين بالكلمة الهادفة واللحن الجميل والفن الأصيل في سهرات إنشادية سينشطها 12 متنافس تم تصنيفهم في جلسة فنية ليحظى كل مدرب بأربعة متنافسين. أشاهده صحوا قبيل المنام وابصر بوجه الفن نظما بإرشادي. كوكبة من المنشدين سيتألقون أمامكم، يبدعون ويستمعون إلى القامات العالية والهامات الراقية، أعضاء لجنة التحكيم، رموز الفن الراقي، نجوم أضاء سماء الإبداع، وهم اليوم يضيئون سماء المتنافسين من خلال تدريبهم وتوجيههم. فحظ موفق للجميع. سيدي الله سيدي الله كرم رام الله الله سيدي كمبو أنشد لنا. إذا مشاهدينا الأعزاء، كما تابعنا هذه الأيام التي يقضيها الطلبة في مدرسة حاد الأرواح بين التكوين والتدريب والترفيه والفسحة أيضا، إلى المنافسة، إلى أول فريق سنستمع إليه، وهذه المرة سنستمع إلى أربعة أصوات مع بعضها البعض في وصلة فنية. أدعو إلى المنصة من فريق الأستاذ ناصر ميروح، أدعو كل من صادقي عبد الرحمن من الجلفة، حسين سحوان من بوسعادة، حمزة مخيش من المسيلة، عبد الفتاح بيدة من تيميمون، يمتعوننا بوصلة فنية عنوانها هل هلالك يا رمضان. نرجو لكم متابعة طيبة. قد فضل شهر الصيام على الأيام، شهر الصيام على الأيام، على الأيام قد فضل.
يا مرحب رمضان شهر وعنا هلا شهر التوبة فيه يغفر مولانا يغفر للي تاب وعلى الذنب رحل واستقبل رمضان واستقبل رمضان طهروا ديانا يا مرحب رمضان شهر وعنا هل شهر توبة فيه يغفر مولانا يغفر للي تاب وعلى الذنب رحل واستقبل رمضان طهر وديانا يا مرحب رمضان شهر وعنا هل شهر توبة فيه يغفر مولانا يغفر للي تاب وعلى الذنب رحل واستقبل رمضان طهر وديانا يا سعد اللي وافق وراضي وعمل استقبل رمضان طهر وديانا يا سعد اللي وافق وراضي وعمل صام نهار وقام ليل وجفانا يا سعد اللي وافق وراضي وعمل صام نهار وقام ليل وجفانا نال خير كثير على الجنة عول نال خير كثير شكرا شكرا لمتنافسي فريق أستاذ ناصر ميروح على هذه الوصلة الجميلة والتي سيحكم على أدائها وسيصوب زلتها إن كانت لجنة التحكيم تفضلوا مجددا طبعا هذا البرايم لن يخرج فيه أحد خطاها هذا البرايم لن يخرج فيه أحد حتى يعلم الجمهور بالنسبة للأداء العام للإخوة عبد الرحمن وحمزة وحسين وعبد الفتاح طبعا الاستهلال بدأ ب أقول مقام الهزام وليس السيكاه لأنه لم يظهر السيكاه في الأداء بل ظهر العراق والهزام وبعض فروع مقام السيكاه بالنسبة للأداء عادة لما يكون العمل جماعي راح يتحمل شخص عبء شخص آخر يعني مثلا نجد البداية قد تكون متعثرة ثم نسمع منشدا آخر يتحمل عبء المنشد الأول إذا أخطأ ويمشي ضبط وفق الإيقاع ووفق ما هو موجود كخلفيات ومؤثرات موسيقية أبدأ من الأخير الأخ عبد الرحمن من هذا الأخ آخر واحد عبد الرحمن عبد الرحمن يعني هل السماع عندك جيد أو لا أولا السماع عندك جيد جيد الروتور جميل طبعا كان فيه نوعا ما خروج عن الطبقة وهذا صعب من المهمة والرجوع كان نوعا ما حاول أنك تنتبه للأستاذ يوسف السلطاني وكذلك لعازف البيانو الاختيار الوصلة جميل جمع بين المدرسة الشرقية الياياي عند الأخ حسين نقلنا إلى مسيلة وبوسعادة والأغواط والجلفة وتلك المناطق اختيار جميل كل التوفيق لكم جميعا إن شاء الله برايم أول إن شاء الله مميز تفضل مجددا
إضافة لما قاله أستاذ عبد الرحمن، العمل يعني كان توليفة جميلة، يعني نشكر الأخ ناصر على هذه التوليفة، لكن من حيث الأداء يعني في البرايمات القادمة إن شاء الله يجب أن نراعي شيئا مهما. واحد، مخارج حروف، يعني مخارج حروف لم تكن يعني قوية واضحة، خاصة بالنسبة للمتسابقين الأولين، يعني الأخ حمزة والأخ عبد الفتاح، لازم نبينوا في البرايمات القادمة هي برايمات مهمة، هي اللي فيها الإقصاءات، هي اللي فيها إن شاء الله تأهل إلى النهائيات، وبالتالي لازم نعملوا على هذه الأشياء. واحد، مخارج حروف لازم تكون قوية واضحة وباينة. ثانيا، الدقة في الأداء و يعني الثبات على التون شيء مهم. بالنسبة لربما الأخ حمزة، العمل عموما كان عمل جميل يعني، وبارك الله فيكم. شكرا، شكرا جزيلا للجنة التحكيم، شكرا لكم للطلبة. بإذن الله ستكون هذه النصائح وهذه التصويبات تؤخذ بمحمل الجد وللتحسين أكثر في المنافسة المقبلة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم. إذن مشاهدينا الأعزاء، تعودنا ودأبنا في برنامج حادي الأرواح أن نستقبل ضيفا عزيزا في البرنامج، خاصة في البرايم الأول لابد لنا أن نستضيف الفائز على لقب حادي الأرواح في الموسم الماضي. ضيفنا حاز على اللقب في الموسم الماضي، صوته قوي ماتع، طموحه عال وإرادته قوية أيضا. من ولاية تيارت نرحب بالمنشد علي مركات. مرحبا بالمنشد علي مركات، كما أسلفت كان الحائز على لقب الحادي في الموسم الماضي، فلابد أن نتعرف على مساره ومسيرته ماذا بعد الحادي. أهلا وسهلا بك علي مركات، رغم أن تيارت ليست بعيدة كثيرا عن العاصمة ولكن تأخرت علي ببضع دقائق. أهلا وسهلا بك علي. إذا تحدثنا عن الموسم الماضي، كنت متنافسا في هذا المضمار وكنت مع زملائك في التسابق والتنافس، في الختام كنت أنت الحائز على اللقب، ما الذي يمثله لك برنامج حادي الأرواح؟ رمضان كريم لكل الأمم الإسلامية إن شاء الله رب العالمين. بداية، حادي الأرواح كانت لنا بداية في مشوارنا الإنشادي، وهذا كان فضل من الله سبحانه وتعالى أنه منحنا هذه الفرصة، وكان توفيق من الله سبحانه وتعالى، والشكر موصول لمؤسسة التلفزيون الجزائري التي أتاحت لنا الفرصة بهذا البرنامج الرائع إن شاء الله، وكل الأساتذة الكرام لهم الفضل كذلك، ولجنة التحكيم والأساتذة الكرام إن شاء الله، ربي يحفظكم إن شاء الله. اليوم عندنا وصلة في مقام الرصد والوصلة الثانية في مقام البيت إن شاء الله، راح نتمتع مع الجمهور إن شاء الله، إن شاء الله بحول الله الرحمن الرحيم إن شاء الله. أحمد الهادي أضل بالعطيات تجلى، أحمد الهادي أضل بالعطيات تجلى، نوره قد عم فينا، نوره قد عم فينا، سلم وصلى. سيد السادات إنا في حماك
نسيم الوصل هب على الندامى فأسكارهم وما شربوا مدامى نسيم الوصل هب على الندامى شربوا مداما وما آلت منهم الأعناق ميلا وما
شكرا جزيلا لمنشدنا المتألق تلميذ حادي الأرواح، الله له التوفيق والتميز في مساره الفني بإذن الله تبارك وتعالى، ابن ولاية التيار. نعود إلى المنافسة، نعود إلى أستاذنا أستاذ عبد الرحمن عكروت وفريقه، أكيد أعد لنا وسطا فنية قوية لينافس ناصر وعادل. أدعو إلى المنصة كل من عتب ريان من النعامة، خاتير كسايري من وهران، بساطي زنخري من ورقلة، إياد قاسمي من لمسيلة. هؤلاء هم أعضاء فريق عبد الرحمن، سيتحفوننا بوصلة فنية عنوانها اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. تفضلوا عتبي ريان، خاتير كسيري، بسطاطي زنخري، وإياد قاسمي بالتوفيق. Yeah.
والشمس قنديل أمام ضياء. شكرا جزيلا لفريقي عبد الرحمن عكروت، كل التوفيق. تفضل الاستاذ اسماعيل التقييمي
والتقويمي أيضا. شكرا. عودوا نصفيقة على الشباب يا جماعة. يا يا كيف هذه زعما راه نفطروا يا أخي والصحة وقلب اللوز والدنيا ونورمال راه زاهية الأمور. أولا بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. طبعا استهلال في اللي ستوندار تاع الإنشاد، الكلاسيكيات تاع الإنشاد اللي هو كان دولاب صغير، فكرة جميلة. على كل حال الانتقال من واحد إلى واحد، يعطيك الصحة أستاذ عبد الرحمن أستاذ يوسف كذلك والفرقة. نفوتوا البيات كما قال سمو. جبني حاجة شورية بون، راح نفتح شوية المجال. طفيل اللي مسمي إياد طويل هذا، كيف اسمك؟ ما اسمك؟ خطير. خطير بارك الله فيك. ايه يعطيك الصحة. شوية شوري هكذا ذكرتنا في البيات الحقيقي في فترة من الفترات، بارك الله فيك. هذه أولا. شو نقول لك، أنا عرض أنا لم يقنعني، سأكون صريحا جدا، أنا لم يقنعني العرض. مش العرض اللي أنا لم يقنعني، تجسيد العرض هو اختيارات جميلة جدا وأفكار جميلة وكذا، ما كانوا راتبين على التون، والأستاذ يوسف كان كل مرة يحاول يرجعهم بارك الله فيه، وعازف الكيبورد. الفو متر لازم اون سيرتان كونسونطراسيون، لازم تركز مليح على التوناليتي تاعك، على لاتونيك، حنا نسموها لاتونيك، هي درجه الارتكاز في اي مقام، سواء كان دو في كوستاريكا هو دو في الجزائر هو دو في السودان، ما يتغيرش. وبالتالي درجه الارتكاز كل ما كانت صحيحه، كل ما تبني عليه موال صحيح ولا ايقاع صحيح، كل ما كان خطا كل ما راح تبني عليه خطا. مانيش عارف اليوم ما كنتوش فريمون كونسونطري، شفت انا باللي الامور ما كانتش مشدوده يعني كما كنا نبغيو. الاول الاسمراني هذاك، اسمري اسمراني من اسك عليا يا صافي. باش تفوت الى التنميق وتحوير في المقامات، شبع اولا الجمله الاولى هذيك، خليني نشبع منها وانت ثاني تشبع منها، ومن بعد من خلالها تقدر تفوت حجاز ولا حاجه اخرى من البيئات هذاك. اما تعطيني هكذا لمحه مرور الكرام وتفوت هذاك، اذا خليت صلب الموضوع ورحت للفرع، شبع مليح ومن ثم باش الانطلاقات تكون تاعك جوست. واش راح نقول لكم، هي طبعا البدايات رهبه البدايات، باش ما نخوفكمش، انا اول حفل اسود عيت ليه هربت، عيطوا الان مع البرعوم اسماعيلي لسه ما يلقونيش، هربت خفت باش نطلع لاسان والله اول حفل. دونك سي با ميشون، بدايه نقولوا موفقه الى حد ما، ابنيوا عليها وان شاء الله القادم على بالي بلي حنسمعونا اجمل، لان قدراتكم هايله ما عنديش شك. اوكي ان شاء الله. هيا زيدونا تصفيقه باش نشجعوا. شكرا جزيلا. شكرا، بارك الله فيك استاذنا على هذه الملاحظات القيمه، ان شاء الله ياخذونها بعين الاعتبار. شكرا جزيلا لكم، بالتوفيق. من انواع الانشاد المعروفه الارتجال، لعلي لا أقول اختبارا ولكن رغبة مني، الأبيات التي تلوتها عليكم تتضمن أو جمعت جل المناسبات التي نحتفي بها اليوم وكل الآمال والألام التي نشعر بها اليوم، ذكرى قناة القرآن الكريم في ذكراها 15. طبعا نحيي كل من قدم وكل من بنى وكل من أسس أو وضع لبنة في قناة القرآن الكريم منذ تأسيسها إلى يوم الناس هذا، إدارة وتقنيين وإعلاميين وصحفيين وحتى الذين غادرون عن هذه الحياة، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. منهج الوسطية والاعتدال هو سبيل قناة القرآن الكريم الجزائرية التي هي في روحها معتدلة أصيلة، وفي رسالتها تصل إلى كل بقاع العالم. عيد النصر، وما أدراك ما عيد النصر، نحتفي به في هذا اليوم الأغر كما ذكرت وأسلفت كيف لا، ونحن اليوم ننعم بتضحيات الجسام لشهدائنا والمجاهدين الذين نسأل الله أن يبارك في أعمارهم، وهذا الجيل الجديد الذي ندعوه ونرجوه أن يحمل المشعل ينتصر على كل التحديات في هذا الوطن العزيز. إذن أبيات ذكرتها هي من الكاتب والإعلامي والأستاذ الشاعر تريشين محمد، مشكورا شاركنا بهذه التحفة في هذا الحفل. أدعو لجنة التحكيم لأدائها ضمن أنواع الإنشاد وهي الارتجال. سأقدم لكم
هذه الكلمات أو عفوا هذه القصيدة الشعرية القصيرة أيضا. سيأتيكم الميكروفون، أرجو أن يكون سريعا. تفضل أستاذ، ونستمع إلى أصواتكم وإلى إبداعكم نظرا لأهمية ما تحمله هذه الكلمات وما تحمله. أكيد أكيد على المباشر، أكيد تفضلوا، إن شاء الله الميكروفون يصلكم قريبا. تفضلوا تفضل ب معلش تفضل بالميكروفون. يا بلبلا من صوتك الصداحي أنشد لنا أنشد لنا في الليل والإصباح. يا بلبلا من صوتك صداحي أنشد لنا في الليل للإصباح. أيوة. خلي جميع خلي جميل خلي جميل اللحن والإفصاح. أيوة. يعلو بذوق الناس دون جناحي واحفل بعيد النصر الله والقرآن بقناتنا وعبيرها الفواحي. حلق بنا لا تنسى في الألحان لا تنسى في الألحان غزة غزة التي في عزة وكفاح. ردد صداها ردد صداها ردد صداها في مدى الآفاق. ضمد بذاك ضمد بذاك الصوت نزف جراحي. إن الحمام ينوح في الفلوات فانصب له يا حادي الأرواح. حرام عليك والله غير حرام عليك عزتي أرض الجزائر وطني هي أمسي وحياتي وغدي
مثل أمي أنشأتني في الحما فسقت روحي وغذت جسدي والدي حررها من أسرها وأنا شبل لذاك الأسد عزتي 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 عودوا الأخرى عزتي 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 شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم على نجاحكم في هذا الامتحان أستاذ إسماعيل لما أحرجت مثلكم في حفل تركت الميكروفون وخرجت من الحفل شكرا جزيلا لكم بارك الله فيكم على هذه مدعو بعد رمضان إن شاء الله إن شاء الله شكرا وبارك الله فيكم على هذه الاستجابة السريعة والارتجالية أيضا وهذا من أنواع الإنشاد الارتجال نعود إلى المنافسة في آخر فريق نختم به في هذه السهرة مع فريق الأستاذ عادل عطاء الله عادل إن شاء الله الطلبة يعني تحضروا أو حضروا أنفسهم جيدا أدعو إلى المنصة فريق المدرب الأستاذ عادل عطاء الله محمد مبارك عشاب من تجورت صدام حسين بن بلحوت من ولاية الأغواط بوزيدي أحمد من ولاية الجلفة أيمن ريغي من تجورت بالتوفيق وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأن إنك قد خلقت كما تشاء عند أبواب المدينة لا تبقي لا تبقي من الشوق مطويا ولا تذر الله ذو Oh.
كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي شكرا شكرا لطلبة الأستاذ عادل عطاء الله على هذا الأداء. لجنة التحكيم وما ستقوله في هذا الأداء. تفضل أستاذ محمد. أستاذ محمد شو نقول؟ والله الأداء عموما يعني كاختيار أولا كان اختيار جميل يعني بالنسبة للأخ عادل، دائما اختياراته جميلة وفيها يعني من الأمبيونس يعني حاجة مليحة ما شاء الله. لكن حاب ننبه لواحد الحاجة مهمة، لأنه الآن رانا في مسابقة في البرايمات القادمة، يعني اليوم هو اكتشاف الأصوات واليوم التعرف على هذه الأصوات، وأيضا اليوم حظ الجمهور يعني من السماع. أما الحصة القادمة أو البرايم القادم إن شاء الله حيكون برايم تنافسي، وبالتالي يعني راح نلعبوا على جزئيات. أنا ننصح يعني المتنافسين الأربع وغيرهم من المتنافسين العمل، طالما أنه ما كانش يعني ربما خامة صوتية جميلة وقوية، فوش نلعب؟ نلعب على الجزئيات اللي هي تقنيات الأداء والتقنيات عموما، يعني الأداء عموما. فما خليش صوتي مفتوح مطلوق كما نقولوا احنا، ما خليش صوتي عادي نأدي وخلاص، لا، نحاول نفركت على تفاصيل في الأداء ونقدمها، طبعا تكون في محلها وفي مكانها. تفاصيل في الأداء لازم نقدمها باش اللجنة تقدر تحس بعض الأشياء في الأداء الفردي خاصة. على العموم يعني كان العمل جميل ومشكورين إن شاء الله. السلام عليكم المتسابقين الأربعة، بارك الله فيكم. فقط نقطة اللي أريد أن أركز عليها وراح إن شاء الله نمشي بها إلى نهاية الشهر إن شاء الله، أنه المرافقة الموجودة مع الأخ الذي يشتغل على الكوردات يجب أن تنتبه لها جيدا. صحيح أنك تتفاعل مع الكلمات ومع الأداء، لكن حاول أنك تسمع ما هو موجود كمرافقة، خاصة أنه لا توجد آلات موسيقية صريحة. يعني الآن الشيء الذي نسمعه هو عبارة عن خلفيات فليباس، مش من السهل أنك ترافقها طيلة 5 دقائق بدون أنك تطلع ربع أو تنزل ربع وممكن أكثر من ربع. فحاولوا تنتبهوا، ومع الأستاذ يوسف لما يأشر لكم بإيماءات وإيحاءات راح تعرفوا هل أنتم في الطريق صحيح ولا لا. حاولوا تسمعوا جيدا، فمدام المرافقة موجودة فهي مهمة جدا، وإلا سوف تكون علينا يعني بالسلبية. فيرجى الانتباه لهذه النقطة جيدا، لأنها هي الفاصل بين أن نكون في مستوى جيد أو نكون دون ذلك. بارك الله فيك. لحظة أستاذ طه، استرق منك بعض اللحظات فقط، لأن جملتين مهمتين فقط لا أكثر. اهتموا بالشيخ لمداني، مرحبا بك اولا، بارك الله فيك. اهتموا بما يقدمه الشيخ لمداني والشيخ محمد تيتوامان والاستاذ يوسف سلطاني. عندكم 3 أسماء جميله جدا في سماء العلم الموسيقى والسماع والانشاد في الجزائر.
اهتموا بالدروس والتفاصيل، حكينا قبيل في الكواليس، ربما راح نعطيكم حاجه قلناها في الكواليس، ولكن تهمونا جميعا نحن كمبدعين، هذه حاجه الاولى. ثانيا عيش، لما تطلع سرسان عيش هذاك الطقس، عيش هذاك الجو باش تحسسني معاك انا، اذا كنت انت ماكش عايشه ماكش تتفاعل معاه، مع الكلمه مع اللحن مع الايقاع مع اصحابك، مع راه 100 الف فكره تجيك في جزء من الجزء من الثانيه، هذيك لازم تعيش معاها انت باش انا نقدر نحس بك وانت تعطي قيمه لهذيك العمل اللي كنت فيه. اما تتفاس تلغي روحك من المنصه وتحبني نشوفك ما نقدرش. بون هذه كل دروس لينا كامل مش ليكم فقط، مام لي انا. اوكي المرافقه طبعا الاهتمام بالمرافقه راك قلت نعم شكرا مهمه جدا وبارك الله فيكم وما قدمتوه شيء مقبول جدا، لكن احنا نطمح في الافضل فقط هذا ما كان. شكرا نعم. شكرا جزيلا لكم لجنة التحكيم على هذه النصائح القيمة والمهمة جدا، بإذن الله ستؤخذ بعين الاعتبار من الطلبة المتنافسين ومن المدربين أيضا لتقديم الأفضل في السهرة التنافسية الثانية المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الأعزاء، حضورنا الكريم، نعود لنمتعكم بوصلة فنية راقية من ضيفنا العزيز من علي ماركات منشدي الجزائر في الموسم الماضي الحائز على حادي الأرواح. بالتوفيق علي. السلام عليكم. هلال السعد قد هلا وبالبشرى لنا حل هلال السعد قد هلا وبالبشرى أتانا بالهدى يهدي وهل غير الهدى أحلى أتانا بالهدى يهدي أتانا بالهدى يهدي أتانا بالهدى يهدي وهل غير الهدى أحلى هلال السعد قد هلا وبالبشرى لنا حل أتانا بالهدى يهدي وهل غير الهدى أحلى يبشرنا بمغفرة يبشرنا بمغفرة وبالجنة للأعلى وفي يمنى ترياق من الأسقى به تجلى عبدتك ربي عبادة عبدتك ربي وكل يشهد أنك رب جليل مماجد عبدتك ربي
أحسنت، شكرا جزيلا. الصوت الجميل والراقي علي مركات من ولاية التيارت، نتاج حادي الأرواح، سأل الله له التوفيق. هكذا هي ثمرات برنامج حادي الأرواح، تثمر يانعا، وحيث ما حلت أنتجت. فالكثير ممن تخرجوا في مدرسة حادي الأرواح هم نجوم اليوم في عديد المسارح وعديد الحفلات، وهم ينتجون أيضا فيديوهات مصورة تنبئ عن احترافية كبيرة. فشكرا جزيلا لكل من يسهر على هذا البرنامج من قريب أو بعيد، بداية من الأساتذة الذين ذكر أحدهم الأستاذ حكيم المداني في المدرسة، أستاذ محمد تتومان، أستاذ ربح لصقع، هي أسماء وقامات فنية إنشادية وموسيقية أيضا تدرب وتعلم وتدرس في معهد حادي الأرواح. إلى هنا نأتي إلى الختام، أرجو أننا قد أفدناكم وأمتعناكم بكل ما قدم في هذه السهرة. شكرا للمدربين، سنلتقي بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع المقبل، والمنافسة ستكون بإذن الله على أشدها، لأننا سنستمع إلى الأصوات فرادى، يعني كل صوت سيؤدي لوحده في هذه المنصة بعد أو قبل ذلك وبعده سيستمع إلى نصائح وتصويبات وتقييم لجنة التحكيم. شكرا لكل من حضر وشرفنا بكرمه وفضله في هذه السهرة. شكرا لكم مشاهدين الأعزاء، أنتم أوفياء المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري بكل قنواتها. شكرا لكل من أعد هذه السهرة، الزملاء في الإدارة والصحفيين والإعلاميين والتقنيين أيضا. نختم بوصلة فنية تبين عن إحساس ومشاعر هذا الشعب الراقي في إحساسه عن قضية لا نغفل عنها أبدا، خاصة في هذا الشهر الفضيل، عن قضية فلسطين وغزة العزيزة. مواقف بلادنا حكومة وشعبا تجاه هذه القضية العادلة رفعت رؤوسنا أمام كل العالم، وأبانت عن حقيقة وطننا وشموخ شعبه وحكمة قيادته. سنستمع إلى هذه الوصلة الفنية التي ستلخص كل ما ذكرناه. تتحفنا بهذه الوصلة فرقة حادي الأرواح مع كل المتنافسين. أدعو إلى المنصة المتنافسين طلبة معهد حادي الأرواح، فليتفضلوا مشكورين في وصلة فنية ختامية. ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع المقبل، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله ما نسينا، والله ما نسينا فلسطين بلدنا وجوا عينينا، راح تبقى بقلبي زي السنة.